كاد ولد أن يوقع البلد في فتنة لا أول لها ولا آخر بحسب الرواية، فاقتصرت الأضرار على جرح 4 أشخاص. حي حوش العبيد في الميناء طرابلس الذي نام على إطلاق نار مكثف في محيط مسجد عيسى بن مريم استيقظ على انتشار واسع للجيش الذي كمن يمسك العصا من منتصفها، فأمامه المسجد حيث الشيخ هاشم من قارة وأتباعه المقربون إلى 8 آذار، وخلفه تجمعات شبابية يقال إنها تنتمي إلى حركات وهابية وإلى تيار المستقبل. أما الجيش فشاهد على هدوء حذر بعد عاصفة رصاص كسرت زجاج المسجد وأدت إلى أضرار طفيفة. الشيخ هاشم من قارة روى للجديد طبيعة الحادث. ما كان حدا منتظر أنه تتطور إلى هذا الإشكال الضخم اللي صار. ولد فات على المسجد أذى، يعني مثل أي ولد عمل أذية معينة، كحشوا له الشباب على أساس أنه ما يرجع يجي على المسجد، يفوت على المسجد مرة تانية. بيجوا ناس كأنه في شيء مبيت أنه مين ضرب الولد مين الولد، وبلشوا على الوساط وصار يسبسبوا وصار يسبسبوا. انتقلت الموضوع من الولد للعمل السياسي للحركة السياسية للمشروع السياسي للجامع للشيخ للدنيا، وتكاثرت الناس. السبب مشكلتهم قمناها طلبوا عدة طلبات نفذناها، يعني انه عن طريق معين انه ما اعتبرت انا هيدي ما إلى قيمة، يعني اللي هن القصص هيك هيك القصص هيك، وانه استفزاز وبعض الشباب بيحمل سلاح كذا، انه انا بعتبر اصلا انا هيدي لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا انه نعتدي على حدا. او اما القضايا الاخرى واللي هي الاهم واللي هي كانت سبب، لانه بتيجي واحد ما له علاقة بالمشكلة يفوت بالمشكلة، هذا صار في أمر مشبوه. بعض الأسباب لا تقطع الشك فيصبح البحث عن اليقين ضرورة لتتوضح الصورة. يعني في ناس بتطرح المسألة، يعني حتى إجت تحكي تحكي أنه موضوع منه موضوع ولد فات على الجامعة وأب إجا مشان موضوع الثورة السورية وموضوع لبنان وموضوع مواقفي. صورة الهدوء في الداخل لا تعكس الصورة في الخارج، فعلى رغم الطوق الأمني الذي فرضه الجيش إلا أن التجمعات ما زالت في أماكنها تتضلل علم الثورة السورية والمجتمعين في حال استنفار.